ابتلاء من الله، ودواؤها موجود بإذن الله عز وجل، علمه من علمه وجهله من جهله. فالمسلم إذا ابتلي ننصحه بالرقية. الرقية الشرعية لها 3 شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله عز وجل، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته. إنسان لما يقرأ قرآن هذا كلام الله، رقية شرعية. إنسان لما يقول مثلا يا عزيز اشفه، يا قدير طهرني، ولا اشفي فلانا، هذه أيضا رقية، باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله عز وجل. عثمان بن أبي العاص صحابي رضي الله عنه اشتكى ألما لا يكاد يفارقه في مرحلة معينة. أتى النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى له ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح عند مسلم وغيره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على موضع الألم وقل بسم الله ثلاثا، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إنسان عنده ألم في معدته، يضع اليد على الموضع، عنده ألم حتى في موضع القلب يضع يده على الموضع، ألم حتى في الضرس يضع يده والأصابع على موضع الألم، ألم في مثلا صداع في الرأس يشعر به في الناصية أو في الجبهة يضع يده على موضع الألم، ألم في ساعده مثلا، في عاضده، في كفه، في فخذه، وهكذا. حط يده، قال: ضع يدك على موضع الألم. لاحظ هذا الإنسان اشتكى مرضا، هو بالنسبة لنا هو مرض عضوي، أو يسطر عليه موضع معين عنده الألم يوجع فيه. احنا بالنسبة له روح دير أشعة، روح شوف الدواء، ممكن عندك التهاب، ممكن عندك انتفاخ، ممكن عندك رظوظ، ممكن عندك، وهكذا. قال: ضع يدك على موضع الألم وقل بسم الله ثلاثا، يعني قل بسم الله بسم الله بسم الله، وبعدها قل 7 مرات. ماذا؟ قل أعوذ بعزة الله. قلت لكم الشرط الأول أن تكون الرقية بكلام الله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. عزة الله صفة من صفات الله، فالله عز وجل عزيز، والعزيز اسم من أسماء الله. عزة الله صفة من صفات ربنا جل وعلا. أعوذ بعزة الله وقدرته، قدرة الله صفة من صفات الله ومن أسماء الله القدير والقادر. إذا هذه رقية شرعية. ماذا يقول 7 مرات؟ بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من الألم، من الوجع، من الضرر، وأحاذر، أحاذره، يعني أريد أن يخلصني الله عز وجل منه. 7 مرات، هذه رقية ما شاء الله. وعثمان فعل ذلك فأذهبه الله عز وجل عنه، رقية شرعية. إذا الشرط الأول أن تكون بكلام الله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. الشرط الثاني من شروط الرقية الشرعية أن تكون بالكلام العربي أو ما يفهم معناه. يعني إنسان كيرقي، الحمد لله نحن عرب، خلاص رانا نرقي الكلام العربي، كلام الله عربي، ما ثبت في السنة بكلام عربي فصيح مبين، كلامنا نحن عربي الآن، أو ما يفهم معناه. لو سلمنا أن الإنسان قال: أنا دعيت ربي عز وجل لكن ما نعرفش لغة عربية، طيب هذا الكلام الذي صدر منه يفهم معناه؟ يفهم معناه. هذا الكلام صحيح، ليس شركيا، ليس شركيا، كلام صحيح يفهم معناه، وقد سأل ربه عز وجل الشفاء، جائز. هذه رقية شرعية. إذا ما يجوش للإنسان يروح عند واحد يقول له، يتمتم له بالطلاسم وبكلام لا يفهم معناه أو بكلام شركي، مثلا يقول له: يا سيدي فلان شفيه. لا، شفيه هو الله القائل في كتابه: وإذا مرضت فهو يشفيه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا ما يجوش للإنسان يروح عند واحد
كلام غير مفهوم، ولا طلاسم، ولا استعانة بالجن، استعانة بالشياطين، استعانة ببعض المقبورين، استعانة ببعض الموتى، استعانة ببعض الأحياء في شفائه، يعتقدون أن هذا الحي من أولياء الله. كلا، لابد أن يكون بكلام عربي أو بما يفهم معناه مما هو جائز شرعا. طبعا الشرط الثالث والأخير أن يعتقد أن الرقية لا تنفع بذاتها بل بتقدير من الله عز وجل. رقية سبب، كما أن الدواء الذي يصفه لك الطبيب يكون أحيانا سببا في شفائك. هي أسباب، مش الطبيب هو الشافي ولا الدواء هو الشافي، الله عز وجل هو الشافي. وسبب شفائك أحيانا تناول الدواء، سبب شفائك حسن أو دقة تشخيص المرض من الطبيب مثلا، سبب شفائك هذه الرقية، أما الشافي فهو الله عز وجل. إذن أن يعتقد أن الرقية لا تنفع بذاتها بل بتقدير من الله تبارك وتعالى. فالمسلم يسلك سبيل الرقية الشرعية كما سلك الأوائل في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا عام، اللي قادر ينفع الأخ تاعه برقية فليفعل، ليخلصه من عين أصابته. والعين حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، قال: العين حق. في بعض الأحاديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق، تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة. الله أكبر، رجل صحيح لا بأس به، تصيبه عين حاسد فيموت بسبب عين الحاسد، فإذا مات أدخل القبر. جمل صحيح، جمل صحيح لا بأس به، يصاب بعين حاسد، يمرض الجمل، صاحب الجمل يخشى أن يموت، ماذا يفعل؟ يذبح الجمل، يقول لك على الأقل ننتفع به ناكله، وتدخل الجمل القدر.